سالي، وإلى محطة جديدة بصباحنا لليوم. يتحد العالم سنويا في هذا الشهر لتفعيل اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وهو يوم 15، وذلك لتوحيد الجهود للتصدي لهذا المرض ورفع مستوى الوعي حوله. وبفقرتنا هلا سنتناول أهمية الدعم المعنوي للأسرة والطفل وكيفية التعامل، أكيد مع ضيفتنا رندا علي ديب، أخصائية اجتماعية وتربوية. يسعد صباحك رندا، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك رندا. مثل ما ذكرت سمر بمقدمتها انه في يوم سنوي لمرضى السرطان، وخاصه نخص بين قوسين اطفال مرضى السرطان، الله يشفيهم ويعافيهم يا رب. خلينا نحكي عن بالبدايه انه وقت ينصاب الطفل او يكتشف عند الطفل مرض السرطان، يعني الاهل بتشكل عندهم صدمه كثير كبيره. اذا جرب الطفل الاهل بيخافوا، كيف اذا اخذوا انه المعلومه من الطبيب انه ابنكم اثبت انه هو مصاب بالسرطان؟ كيف فينا هيك الاهل، يعني قد ما كان الاهل قلبهم رقيق، يعني كيف هيك شوي حده الصدمه حتى ما ينقلوها للطفل تكون خفيفه نوعا ما عليه؟ تماما، هو خبر صادم، يعني هي فعلا صدمه مثل اي صدمه ممكن يتعرض لها الانسان بحياته، كيف ما تكون جاي على طفله، او مثل كانه هو اللي الصدمه بتخصه له شخصيا. لهيك دائما نحن بنلاقي ردود فعل مختلفه. اول شيء ممكن يصير عنده مثل ذهول او مفاجأة، فهو ما رح يقدر يعبر هذا التعبير، أو بيكون بحالة جمود فهو ما له قدران يعطي أي انفعال، أو بالعكس ممكن يكون انفعال كتير واضح وظاهر اللي بيخلي هذا بالتالي ينعكس على الطفل بالحالتين. لهيك نحن هون بيكون في عنا شقين من هذا الموضوع. أول شيء هو كشخص، كأهل أب وأم، كيف هن بدهم يعالجوا هاي الحالة اللي هن عم بيمروا فيها، وبنفس الوقت كيف بدهم ينقلوا هذا الخبر لطفلهم، وشو الإجراءات اللي بدها تصير، لأنه بده يصير تغيير جذري بنمط الحياة وبأهداف الحياة. لهيك نحن دائما بنوجه الدعم أولا للأهل قبل الطفل، بيكون مقسم على عدة أجزاء. اولا انه نحن بدنا نحكي مع الاهل، دائما لازم الام والاب يوسعوا معلوماتهم بهذا المرض، يعرفوا تماما هن وين واقفين، شو الخطه العلاجيه اللي لازم تكون. اذا كان انصابوا بذهول او حاله جمود اللي بتترافق الصدمه باول تلقي الخبر، فانا بفضل دائما ياخذوا هذا البريك اللي هن يرجعوا يرتبوا افكارهم ومشاعرهم فيه. بعدين طريقة الحوار بين الأب والأم مع المختص ومع الطبيب، مع الناس الداعمة اللي بدها تكون لهم ولطفلهم، يشكلوا مثل حلقة، ما يكون هذا الموضوع مخبى أو هذا الموضوع غير قابل للنقاش، لأنه هذا حيرفع من درجة الكبت والإحباط عند الأهل، وبالتالي ما حيكونوا أشخاص داعمين لا لنفسهم ولا لطفلهم اللي عنده هذا المرض. في حال كان في اخوه كمان، كثير منيح انه نحن إن كانوا الاطفال الاخوه بعمر معين كبار واعيين، انه نحن نشاركهم بخطه اجرائيه لنمط حياه معين ممكن يكون دخيل وجديد على البيت. اكيد. بس رندا، الكبار بالعمر ما عم يتحملوا صدمتهم اذا كان معهم سرطان، كيف بدنا ننقل الصوره بالطريقه الصح لاطفالنا انه انت مصاب بمرض السرطان، انت عندك اكثر من خطوه حتصير، انت عندك علاج بشكل يومي، يمكن ما تقدر تروح على المدرسه، يمكن تحتاج احيانا في حالات انه الطبيب بيعزل مريض السرطان الطفل، كيف ممكن نحن نقدر نتعامل مع الطفل؟ يعني حيشعر باحباط كثير كبير، حياته كلها حتتغير، حتتاثر كثير سلبا، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تماما، هو الطفل حيكون في عنده نمط حياه تغير، ولكن هو غير مفسر له، لانه بالنسبه للطفل هو ما عنده الوعي والثقافه اللي نحن عندنا اياها انه شو معناتها مرض السرطان. هو بالنسبه له مجرد مثل وقت بيقرب او بيمغص او اي شيء، فهو خلص حيروح على الطبيب او ممكن ياخذ دواء. لهيك هو ما بيكون عنده هاي الفكر او هاي المساحه ليقدر يعرف شو صاير معه. لهيك نحن كثير بنوصي الاهل بعد ما هن يكونوا
شكلوا المعلومات الكافية، قدروا يحيطوا بالإجراءات، بإدارة الحياة، بيصير في إدارة حياة مختلفة تماما للطفل، يحطوا طفلهم بكل شفافية بهذا الموضوع بطريقة مناسبة لعمره، يقولوا له الخطة اللي بده يشتغل عليها تكون شيء حسي، لو خطة مرسومة بورقة برسمة معينة يقولوا له شو هي الإجراءات أو شو هي الخطوات العلاجية اللي ممكن ياخذها الطفل خطوة بخطوة. مثل ما ذكرتوا بالأول أنه دائما الطفل ما بيكون بهذا الوعي والإدراك، كيف أنا بدي أوصل له هاي الفكرة؟ ممكن أنا كثير مثل ما حكينا نقول له بأشياء حسية، نحن دائما منخوف أطفالنا أنه بالطبيب بالإبرة الطفل بيخاف لأنه ما له مفسر هذا الشيء له، لهيك أنا كثير بركز على هذا الموضوع أنه نحاول نتلافى، نقوم نحن وياه بزيارات للمشافي، نجيب له من الثياب الطبيب اللي ممكن بده يعالجه، نجيب له من الادوات الالعاب اللي فيها الادوات الطبيه، نحطه بهي الصوره بطريقه لطيفه ومناسبه لنبلش نشكل هذا الدعم ليكون في عنده صحه نفسيه وعقليه بالمراحل اللاحقه للعلاج، لانه هي فترات علاج طويله بترافقها كثير احباطات، مثل ما ذكرتوا ممكن يبطل يروح على المدرسه، مناعته حتخف، العلاقات الاجتماعيه تبعه حتكون كثير محدوده ومدروسه. كثير حلو نحن نحطه بانشطه بوسط البيت، نكون نحن المتفاعلين نحن وياه، ننتبه كثير على غذائه، كثير اطفال بتصير بالاحوال العاديه مو كل الاكلات بتقبلها او بتقبل انها تساير اهلها فيها، لهيك نحن ممكن نعمل نظام غذائي لكل افراد البيت لحتى نكون هذا الدعم كثير مفيد وغير مباشر، كثير بيساعد الطفل. ريندا حكيتي نقاط كثير كثير مهمه وخاصه بالدعم النفسي للطفل، مثل ما بنعرف العلاج هو مرحله مفصليه للطفل واحيانا بيكون بيوجع شوي، الله يشفي الجميع، نحن بنشوفهم يعني انه وقت ياخذوا جرعات الاطفال هن الاكثر تاثرا، مثل ما بنعرف الكبار شوي عندهم قوه تحمل ولكن الاطفال ما بيتحملوا ابدا هذا الموضوع، قد ايه مهم التمهيد، يعني نحن حكينا عن شغلات حكيتي عنها كثير مهمه هي التمهيد للطفل للعلاج، نهيئ له جو نفسي ليروح على العلاج وقد ما كان يخف الالم عليه نفسيا، فقد ايه مهم التهيئه؟ بالقليله يكون هذا الخوف او هذا المجهول اللي هو بالنسبه له يكون شوي واضح. في نقطه كثير مهمه انه اثناء الاجراءات العلاجيه بيكون في بشكله تغييرات، خصوصي اذا كان عم بياخذ بالشعر تماما عم بياخذ جرعات، فهو ممكن يهر شعره، ممكن ينحف، ممكن وشه يصير شاحب، حركته تكون ضعيفه شوي، في اشياء هو ما رح يعملها رفقاته رح يعملوها، اخواته حيعملوها، لهيك انا هون كثير مهم مثل ما ذكرتي التمهيد، التمهيد انه انا معلي ارجي صور اطفال بدون شعر، ارجي اطفال مختلفين، احكي له عن الاختلاف قد ايه هو فتره وبتمرق، ممكن انا شعركه ممكن كلياتنا نعمل شعرنا مثله مثلا، ممكن اخواته يكون كلهم نعمل، ولو كان هذا ممكن يكون ضاغط لباقي الإخوة تماما، ولكن هون أنا بركز على الوعي وبركز على التحاور وعلى البيئة وإدارة الحياة أثناء مرض مراحل المرض وحتى بالفترات العلاجية اللي بعده تماما، في نمط حياة مختلف تماما حيكون متعرض له، نحن مو بس بيكون النشاط الداعم انه انا مثلا اجيب له العاب او مثلا سليه او اشتري له اللي بده اياه، لا في شيء دعم معنوي فكري انه انا دائما اعطيه هي الافكار الايجابية، نحن للاسف في عنا هالة للمرض بتكون هي للحقيقة اصعب من المرض. صحيح. بترافق دائما انه هي معه سرطان خلص معناتها انا حزين انا كئيب انا وقفت حياتي، لا ابدا مو هيك، بالعكس انا في انشطه لازم حافظ عليها، اذا كان عم بيتابع درسه ولو ما قدر يروح على المدرسه
فانا ممكن اعطيه شيء اونلاين يتابعه، حط له اهداف بحياته لتشجعه على الحياه، لانه دائما مرض السرطان مرتبط ارتباط كثير كبير بالحاله النفسيه. صحيح. اذا ما كان في هذا الدعم النفسي الاساسي، هو انه يحافظ على روتين حياه باهداف قريبه وبعيده مناسبه لعمر الطفل. نعم. حسب المرحله العمريه اللي بمر فيها. بس مثل ما عم نحكي انه مرض السرطان كثير صعب، سرطان الاطفال الاصعب يعني، وهلا عم نحكي نحن على الموضوع يعني قلبي صار يوجعني يعني على الاطفال. الله يشفي كل المرضى يا رب. فخلينا نحكي على الدعم يعني. هلا نحن عم نحكي عن الموضوع تعبت نفسيتنا، ونحن عم نحكي عن الاطفال، عم نتخيل كيف شكلهم، كيف عم بيعانوا بهالايام الصعبه. طيب كيف الام حيكون قلبها يعني؟ اكيد الام حتكون منهاره، كيف هي بدها تكون قويه؟ كيف حتقدر تتعامل مع طفله يعني اللي عم بتحس انه ممكن تخسره باي دقيقه اذا كانت هي منهاره ما اعطته الدعم المعنوي المناسب؟ خلينا نحكي عن هي العلاقه، كيف لازم تطالعه من البيت، ما تعزله، تشاركه بنشاطات برا، لو بشويه رياضه، لو يعني تخلي هيك يعني قصص حلوه تجمعهم مع بعض، تقوي له نفسيته مع انه هي منهاره. عن جد الله يكون بعونهم. مو ابدا مو مرحله سهله، خصوصي للام. دائما نحن انا بقول لهم باي موقف صادم ندور على الناس الداعمه، اشخاص المحيطه لنا تكون عندها صحه نفسيه وبنيه نفسيه قويه تقدر تدعمنا. اذا كانت مثلا سته للطفل هي نفسيتها هي اللي بدها دعم، فلا ما تلجا لها، تلجا لشخص يكون داعم، ممكن اخت، ممكن رفيقه، ممكن مختص، ممكن الطبيب. كثير حلو انا اخذ هذا الشعور الامان من شخص مختص، انه انا لما يطمني انه اوكي مثلا في عدد جرعات معينه بعدها رح بيكون في هي ردود الافعال، هي الاشياء الفيزيولوجيه رح بيصير فيها تغيير، هذا كله بيعطي امان للام انه هي تماما ماشيه بالخط الصحيح. دائما الام بيكون عندها قلق انه يا ترى انا عم بقدم الافضل ولا لا، في شيء افضل لازم اعمله. دائما الشخص المختص او الناس الداعمه هي اللي بتعطي هذا الشيء، وتوزع مهام اللي هي اللي بتكون على الحمل اللي عليها، توزع على كل افراد البيت لحتى يكونوا كلهم داعمين لبعض. نعم رندا، هون احنا عم نعول على وعي الام والاهل، الاب ايضا، وايضا الاخوه المتواجدين اذا كانوا بالبيت. قد ايه ايضا مهم انه الام تعمل عمليه دمج بين طفلها المصاب بالسرطان وبقيه الاطفال، انه يلعب معهم، ما تعزله. احيانا رده الفعل بيكون بعزل الطفل، خايف، حتى بتصير بتخاف عليه انه ينتقل له اي مرض، يصير عنده شيء مضاعف. ومثل ما بنعرف مرضى السرطان هن حساسين نوعا يعني نوعا ما لجهازهم المناعي، ما بيكون سليم 100% مثل بقية الأطفال، ولكن دمجهم بالأطفال قديه كمان ممكن يعطيهم طاقة، وأنه هن ما فيهم شيء ولكن هن مختلفين عنهم بهذا المرض. هلا مثل ما ذكرتي يعني بتكون مناعتهم ضعيفه، بيكون في حتى حركتهم بتكون مو مثل رفقاتهم. تماما. وغالبا لما ببلش الطفل يكون مدموج مع اطفال من اقرانه، فهو حيقارن حاله فيهم، انه ليه انا راح شعري هو فيه، ليه انا ما عم بقدر نط نفس المسافه. صحيح. اللي عم بنط مثلا فيه. لهيك انا هون بدعم الجمعيات اللي تدعم اطفال السرطان، بتاخذ ابنات على المشافي اللي فيها اطفال مثله عم بيمروا بنفس اعراضه. هي الجمعيات كثير بتكون مكانها داعم ومفيد. صح. في كلها ناس مختصه، كلها بتكون فيها بنوع من الوقايه اجمالا، انه ما يتعرض لاي مرض، خصوصي انه بتقول لك انه كل هالادويه وانا كمان ممكن يروح ياخذ دواء زياده، فيعني هي اكيد الحق معه. إذا كان بمراحل وقائية بعد ما خلص من فترة العلاج وصفي عنده العلاج الوقائي، ما بيمنع أبدا أنه بلش أنا أدمجه مع باقي الأطفال، ما بيمنع أبدا أنه يكون في نشاطات مشتركة. ممكن أنا أخذه إذا ما قدرت تحطه بنشاط رياضي، أخذه أمشي أنا وياه بالطريق بأماكن فيها مساحات، هذا كتير بيساعد وبيعطي تجديد الحياة، ما يضل قاعد بنفس المكان طول النهار بتخته، طول النهار
مريض دائما ما في اشياء يقدر يعملها كان متعود يعملها، صحيح. هذا التغيير يكون ولو بسيط ولكنه مفيد. اكيد وجعهم كثير كبير كثير. في وحده مره نزلت بوسائل التواصل الاجتماعي عن وحده هي وطفله، فكانوا طالعين بالباص، فعم بيحكي الولد مع امه عم بيقول لها انا امتى الله بده ياخذني لاخلص من الوجع اللي انا عم بعيشه. فهن وجعهم اكبر ما نحن كلياتنا بنتخيل. رندا، بدنا نصائح كيف ممكن نحكي مع الطفل، نصائح اخيره كيف ممكن نحن نتعامل مع الطفل؟ هل نقول له انك انت مريض بالسرطان ولا ما نحكي؟ شو نعمل هي بالطريقه الصحيحه؟ كيف حندعمه لحد ما يوصل ويحكي مثل جمله الطفل الصغير انه الله ياخذني لارتاح؟ الله يشفي كل المرضى اكيد. امين، الله يشفي الجميع. انا بقول لها دائما للام لما بتبلشي تفوتي بهذا الطريق تجيب ورقه وقلم وتقعد مع طفلها وترسم له تماما رسمه، تقول له هذا اسمه مرض، اسمه السرطان، هذا ممكن يعمل هيك، رح ناخذ دواء معين على فترات معينه، ترسم له خط زمني قديش العلاج، تقول له شو لازم تعمل، تحطه بالوعي بشكل كامل. نعم. بالحاله وخطه العلاجيه اللي بده يمر فيها وكيف حياته رح تتغير، تحطه بهي الصوره لحتى يخف عنده هذا الخوف من المجهول، انه انا ليه هيك عم بيصير معي، انا ما بعرف ليه ماما كل شوي عم تبكي، ليه انا كل شوي ما عدت اقدر اروح على المدرسه، ليه ما عدت اقدر اكل، ليش انا مثلا عم بفرغ كثير. في تفاصيل الطفل بيكون ما عنده التفسير المنطقي لها، فكتير حلو من بداية الخطوات الأولى رغم ضعفة للأم تعرف أنه هاي الخطوة ولو كانت قوية شوي على حالها رح كتير تحرق لها مراحل لقدام لحتى تكون قوية وبصحة نفسية هي وابنها. ومثل ما ذكرنا وهذا الجدول الزمني يتعلق بمكان بشوفه الطفل ويتزين، وكل ما انقطعنا مرحلة تكون هذا الحافز لحتى نقطع المرحلة اللي بعدها. أكيد أكيد. نتمنى الشفاء أكيد لكل المرضى. شكرا لك رندا، شكرا لمعلوماتك. شكرا لك رندا، وأكيد حمل كبير على عاتق الأهل، وأكيد هن إن شاء الله يكونوا قدوا، وإن شاء الله يكون حملات التوعية وأي جمعية كمان عم تساعد تكون أيضا داعمة لهم. شكرا لوجودك معنا.